انتهى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. تجولنا في السوق المغطاة بوسط مدينة المسيلة، أين وجدنا المواطن متذمر من الارتفاع المعتبر لأسعار الخضر والفواكه وحتى اللحوم بأنواعها. في الفطار كانت الطماطيش تسوى 3 ب 10000 4000، ذوقها راهي وصلت 14000. السعر هذا ما سفيناش في يوم ما إلا في هذا رمضان هذا. بالنسبة للحوم كانت 110 ب 100 وذوقها راهي ب 120 ب 130. عندنا الدجاج 34، السكالوب 60، الفيون داشي، اللحم الرحيب 100000، شوية زادة. البطاطا ب70 دينار، الفلفل ب60 دينار، الطماطم ب140 دينار جزائري، والتمور أصبحت أكلة الأغنياء في شهر الرحمة. الأيام قبل رمضان بيومين كانت شوية مليحة، اليوم الأول زاد طلعت شوية. بحسب تجار التجزئة، المضاربة والاحتكار في سوق الجملة أول أسباب الارتفاع الرهيب في الأسعار. الصوارد ما كانش، الشعب ماهوش خدام، الاحتكار كاين تاع السوق. زايد الحال غلاف، وزير التجارة هدر قال كلش راه طاح وكلش راه هابط، كان والو، تجار من هون كلش راه متحكمين في السوق. الارتفاع المحسوس في الأسعار مسلسل سنوي يحدث مع قدوم شهر رمضان، والواضح للجميع أن مديرية التجارة لا حول لها أمام بارونات أسواق الجملة.